وهل هناك أصلب وأقدر من إرادة الشباب لقهر الصحراء ولقهر مثل المشاكل التي عشتموها أثناء بنائكم هذا الطريق؟ نستطيع أن نقول بين البلاد بخير، بين البلاد بخير، والثورة بخير، ما دمنا نشاهد في هذا البلد وفي جميع الجهات انتاع هذا الوطن مثل هذا الوجوه ومثل هذا الزنود القوية والإرادات التي تعمل وتبني وتنجز. شعارها ثورة من الشعب وفي فائدة الشعب.